حياه يعني. انا اضيف بس على الكلام اللي كنت بقوله ان كابتن الخطيب يعني وضع اسس جديده كانت يعني غايبه عن الكل يعني لما هي جديده على اتحاد الكوره بس انما هي في الاهلي موجوده لا يعني. لما وضع اسس أيوة متوافقه مع الموجود على ارض الواقع لما حط 6 نقط مهمين جدا لتنظيم يعني تنظيم البطولات النهائي يعني لا البطولات الانديه ده دور مين بقى يا سامي؟ أه؟ ده دور مين بقى؟ عشان بس الناس كلها التلات اضلاع للمثلث ها اللي طلعوا اتكلموا اللي طلعوا اتكلموا امبارح مجاهد هو بيتكلم مجاهد في غياب عمرو الجناني مجاهد والسيد علام والسيد ابو ريده كل واحد فيهم بيلقي التهم ده دور مين اللي كان لازم يلعبه من الاساس وهو داخل الكاف علشان يقول للكاف مش عشان مصر اعملوا توازن عداله يا مصر الحقيقه مصر ده بيعملوا حاجات جوه غلط الحقيقه مصر عادي يعني انه مش هنقول لحد انه قال استعرض 6 نقاط يعني بشكل محدد مهمين جدا تمام يعني نمره واحد عوده المطالبه من النادي الاهلي بعوده الذهاب وعوده او وضع لائحه داخليه تنظيميه ثابته الجميع مطلع عليها الانديه والاتحادات الوطنيه بحيث ما يبقاش في حاجه غامضه واضاف الكابتن الخطيب ان الدولة اللي اتنصب يعني مرة تمر عليها 5 سنين نقاط عادلة تماما لا ويتعمل لائحة كابتن الخطيب قال كده يتعمل لائحة خاصة للمباراة النهائية بالظبط يعني طالما انت هتعمل لها نظام مختلف يعني عن الطبيعي يبقى لازم تحط حضور الجماهير وتسهيلات الإقامات والانتقالات والحاجات دي كلها دي مسائل يعني محدش فكر فيها يعني محدش فكر فيها يا اساتذه محدش هيفكر يا اساتذه الموضوع يا جماعه هنا انت نقطه اسمها الاتحاد